مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم دار ديزاين، برنامج آخر المستجدات اللي كتهم الديكور والديزاين. في حلقة اليوم اختارينا أننا نتكلموا لكم على الإبداعات المغربية اللي كتهم الديكور. أما فقرة أفون أبخي فاتصلت بنا عائلة اللي بغات تقوم بإعادة ديكور الصالون ديالها، وهذه المرة مصممة الديكور اختارت أن ستيل أوسمانيا لهذا الفضاء. أما في نهاية الحلقة فحنا غادي نعرفكم على منزل، كيف ما سبق لنا وعدناكم أننا كنعرفكم على منازل دي بارتيكولي اللي تم البناء والتصميم ديالها على يد دي باسيوني. خليكم معنا. مؤخرا المصممين المغاربه ولاو متميزين في عالم الديكور عالميا. انسبيري من الصناعه التقليديه ومن لي ديرنيغ توندونس، التصاميم ديالهم كيكونوا عباره عن دي شيدوفغ. كيفاش يمكن لنا نستعملوا التصاميم المغربيه في ديكورات عصريه؟ غنجاوبوا على هذا السؤال من خلال ريبورتاج. ابداعات وتصاميم لي ديزاينر ولات كتعرف واحد الاقبال كبير من طرف الناس اللي اصبحت كتعتمد عليها في تاثير المنازل ديالهم. مصممين اختاروا لانفسهم ستيل خاص بهم في خلق هاد لي كرياسيون. ديزاين اثنيك اللي هو نابع من التراث وتقاليد. هلا الاثنيك شامل عام، يعني كيشمل العالم كله تقريبا. بالنسبه للابتكارات ديالي هي عباره عن اكسسوارات مكمله يعني لواحد الامبيونس ولا لواحد الاجواء اللي هي كتكون غالبا فيها لو غران موبيليي، ولكن انا كنجي باش كنكمل ديك لا بتيت توش كنسميوها في الديكور، في عالم الديكور وعالم الديزاين لو موبيليي دابوان ولا لاكسيسوار ديكوراتيف، ولا عندي حتى كذلك لي زيدي كادو. التصاميم ولينا كنلقاوها باشكال وانواع مختلفه وبطريقه عمليه اللي ولات كتلبي حاجات الزبناء في اختيار الاثاث المناسب للفضاءات ديالهم. لاحظتوا واحد الطابله حاضره مع ستاد كراسه ديالها مدارين حاضرين، هذه كوموند لشي لواحد العائله اللي عندهم دراري باقيين صغار باش يمكن لهم يقراو عليها ويحركوها بسهوله، ونفس الوقت الى الوالدين حبوا حتى هما يجلسوا معاهم باش يقريوا هذاك الشيء يلقاو راحتهم. كتلاحظوا كاين اشكال مختلفه تماما. الشكل الابيض عباره عن طابله فيها 90 سنتيم في حجم الدوره ديالها، غير حبيت نصايب الرجلين عاطين واحد الانكلينيزون معينه، واحد الانحدار معين باش نخرجوا من النمط العادي انه طابله عند اربع رجلين بالضروره يكونوا واقفين ولا. الطابله الثانيه عباره عن طرف العود اللي هو كونت بلاكي. كونت بلاكي كيكون عباره عن قشره ديال العود، شيء مكولي مع شيء. ملي مشينا حفرناهم بالطريقه الصناعيه اعطانا تدرجات، هذه التدرجات اعطت اشكال هندسيه سبحان الله خاصه. الغناء الثقافي ديال البلاد خلى بزاف ديال هاد المبدعين يستلهموا الابداعات ديالهم من التراث، وخصوصا من الصالونات المغربيه والتراث الصحراوي. لي لامب الفكره ديالهم مشتقه من الحمار. الحمار هو قطعه خشبيه كتكون مركزه في راس الخيمه. قلت انا هذا الشكل هذا كيستوحي يمكن له الواحد فلوس ما يخلي غير العويدات هازين الخيمه يدار بلاصتهم دي لامب، ونيت الضوء غادي يجي من الفوق. زعما علاش ما نستغلوش عاوتاني هذه التكنولوجيا الحديثه باش ندخلوا الضوء بطريقه طبيعيه لوسط الخيمه. بالنسبه لي تابي ولي بوف اللي درت استوحيتهم الاغلبيه في الابتكار ديالهم من الصاله المغربيه، ولكن بما ان حنايا انا كنبقى في اطار لي اكسسوار ديكوراتيف ما كنعملش لو غران موبيلي، كنعمل اذا لو موبيلي دابوان ولا لاكسسوار ديكوراتيف، يعني واحد المجموعه ديال لي بوف اللي غادي يعملوا لنا ان كورنر واللي غادي يفكرونا بالصاله ديالنا المغربيه، وغتقدر تاخذ فيها اتاي ولا تلقى مع صحابك وتجلس معاهم. أشكال هندسية كتطلب في الخدمة ديالها استعمال بزاف ديال المواد باش تكون ملائمة مع جميع لي ستيل ديال لا ديكوراسيون. اعتمدت الخدمة بالجلد، الجلد الطبيعي، الجلد الطبيعي المشبك يعني مخدوم اليد، ونفس الوقت الطرز، استعملت الطرز اللي خديت من التراث الصحراوي أشكال
اللي معتمدة في البلاد الصحراوية. الأشكال كاملة اللي كنصنعوها يمكن لها تأقلم مع أي شكل ديكور في أي منزل كان. ليش؟ ما خصناش نخافوا إنه هذا جا شكل بلدي ولا هذا جا شكل رومي ولا الديكور زوين. هو الديكور اللي كيشمل أشكال متكاملة ولكن يمكن لها تكون قديمة ولا جديدة، ما يهمش، هو التناسق الأهم. باش تكون ديكوراسيون ديال المنازل كاملة لابد من وضع دي اكسسوار اللي كتضيف واحد الجمالية وطابع خاص للفضاءات ديالنا. بالنسبة بحال دابا لبعض الاكسسوارات مثلا كوم لي فاز بحال لي لومينير وغيرها اللي سورتو مستعملها، ولا مثلا دي بوجوار ودي اللي تتكون فيهم مادة الخزف، هادو كاملين عندهم استعمال تزييني تجميلي، وكذلك كتكون عندها يعني واحد طابله واحد طاوله الا ما درتيش فيها لو فاز كتبقى بحال شي حاجه ناقصاها. يعني كنقدر مثلا نخلق واحد لي برودري، واحد لي كومبليمون اللي هما كيكونوا مثلا لاغ دو لا تاب، ولا مثلا دي بوز فير اللي كيكونوا من الفخار. هادشي هذا كامل عنده يعني غايه للتزيين والتجميل، وكذلك لوتيليزاسيون اللي كيصلحوا ليها. هاد الأسبوع اتصلت بنا عائلة اللي بغات تقوم بإعادة ديكور الصالون ديالها. مصممة ديكور لقات الأفكار الملائمة لهذا الفضاء، نشوفوا كيفاش طبقهم فريق دار ديزاين من خلال الصور. اليوم اتصلت بنا عائلة بغات تبدل الصالون ديالها، أجيو نشوفوا هاد الصالون. الفضاء اللي غادي يحول الفريق اليوم هو عبارة عن إسباس اللي مضوي مزيان بفضل النوافذ اللي عندنا في الجوانب بجوج. هاد الميزة غادي تشكل لنا عائق صغير بحيث أن التيسع ما غاديش يمكن نستغلوه في الجوانب. الصالون اللي احنا فيه عنده جوج نوافذ مقابلين اللي متعطيناش التيسع للأثاث. الصباغة ديال الصالون شوية تخيس، هنحاولوا نلعبوا على لا ديكوراسيون ديال الحيوطه باش نعطيو كاركتر لهذا الصالون. اخيرا هنحاولوا نستغلوا الماكسيموم ديال هذا الفضاء باش نخلقوا جوج اونيفير، واحد ديال الصالون وواحد ديال لا سالامونج. لا فورم ديال الصالون مزيانه وغادي تخلينا نحصلوا على اون ديكوراسيون عثمانيه في الحائط باستعمال دي باكات ديال الخشب. من ناحيه الاثاث غادي نحاولوا نحصلوا على ان اسباس صالون اي ان اسباس سالامونج. الحيوط غادي نخليوها باللون باستيل، وبالنسبه للاثاث اخترنا دي كولور نوتر مثل الابيض الكريم والغري. لي شاز ديال لا سالا مانجي اخترناهم بون فورم كلاسيك باش نسطرو على لا تيماتيك ديالنا عثمانيان. اخيرا باش نعطيو شويه ديال اللون والروح لهذا الصالون درنا لمسات ديال اللون تركو. بالنسبه لموضوع الديكور اختارينا تيماتيك عثمانيان واللي غادي نحقو في الجدران الاثاث وحتى الالوان اللي غادي نتاخدو خلال الديكور. لكن قبل هاد التغيرات بعض الاصلاحات كتبقى ضروريه. لي بريس فوجدناهم ناقصين وغادي نستخرجوا بعض منهم بواسطه ترانشي. هاد الخدمه باش نتفاداو انها تخسر لنا الحيط استعملنا لها اون بيرسوز باش نحفروا بدقه المنطقه اللي غادي ندوزو منها الاسلاك. السقف ديال البيت وبالرغم انه في حاله جيده دوزنا عليه كوش ديال الفينيل ابيض باش لي كولور في الاخير يكونوا متوازنين. وبين ما ينشف لينا الفينيل توجهت دينا لعبد النجار ديال الفريق باش تصمم بعض قطع الديكور ديال الخشب. سلام رشيد، لاباس؟ كيداير لاباس؟ الحمد لله لاباس. الله يبارك فيك. عافاك جيتك اليوم، خاصني شي حاجه نديروها. خاصني دي باكيت نلصقهم على الحيط. نوريك دابا دونك كنعلقو مع الحيط. عندنا عرض مختلف، عندنا واحد فيه مترو وواحد فيه 31. ماشي مشكل. الموتيف اللي بغيتو شويه اروندي في لافاس واروندي حتى هو في الجناب، جوج سنتيم في سنتيم. جوج سنتيم في سنتيم. ماشي مشكل. يمكن لك دير لي شي اس؟ ماشي مشكل. لا يما كان. واخا شكرا. شكرا. واخا يا هادي، ولكن بغيتها شويه اروندي من واخا ماشي مشكل. صافي صافي صايبر. رجعنا للاشغال واللي وصلنا فيها الجدران. القبس ديال لي ترونشي نشف، فحكينا الحيوط مزيان باش نتخلصوا من الحروشيه ديالو، وبدينا في الصباغه. الفضاء غادي نخصو ليه عده نيونس ديال اللون الرمادي. الاولى واللي غادي تكون اساسيه هي الرمادي البارد اللي كيقترب من اللون الابيض.
الغرض هو عدم التأثير على الإضاءة واتساع. صافي راشد جبتيهم. دابا هاد الصفات الحيط هذا عندنا وحده فيها 1.60 كما قلت لك ديك المره والاخرين 53. هات تبدا بهم بسبعه من البلانت و 53 وتخلي الايكار بيناتهم 16 والفوق سبعه. المهم اللي غيبقى خلي الايكار فيه في الوسط. صافي العنصر اللي غادي ياكل لينا على لا تيماتيك عثمانيان هو اللي صمم لينا النجار على شكل دي باغيت ديال الخشب اللي غادي نفيكسيو في الحائط. فهاد ستيل ديال الديكور ظهر في باريس في القرن 18. خلال هاد الفتره جورج اوجين عثمان تكلف بتجديد لي فاساد ديال العاصمه الفرنسيه. استعمل في هاد العمليه دي مولور سواء ديال القبس ولا الخشب وسطر العمارات بدي بالكون منقوشين بالفيغ فورجي. بالنسبة للابوز سطرنا أولا المنطقة اللي غادي تستقبل كل باغيت بقلم الرصاص وضعنا كوش ديال اللصقة في الحائط وفي الظهر ديال لي باغيت ثم حطينا لي مولور. حنا في هاد الصالون لو ستيل عثمانيان غادي نحقوه بدي مولور وكذلك بالصباغة اللي غادي نخصوها لهاد المنطقة. يمكن كذلك نحقو هاد لي باغيت بالقبس. النتيجه غادي تكون مطابقه لكن غادي تستغرق وقت اضافي باش القبس ديالنا ينشف مزيان قبل ما نصبغ. النتيجه احسن في الصباغه ديال الفينيسيون ودعنا اشرطه ديال السكوتش في كل جوانب ديال لي كادر وصبغنا الخارج ديالهم بلون رمادي مغلوق شويه على لون الجدران الاساسي. فلي نيوغس ديال اللون الرمادي اللي غادي نخدموا عليهم هذا الحيط غادي يخليونا نفرزوا اكثر لي مولور ونستغلوهم كمنطقة يمكن تستقبل دي كادر، مرايات ولا حتى دي زيتاجير. يمكن لكم كذلك تحقوا ديكور عثمانيان باستعمال نفس التقنية لكن عوض لي نيونس ديال الرمادي يمكن تلعبوا باللون بيج، كريم، طوب ولا حتى اللون الأزرق البارد. الداخل ديال لي مولور صبغناهم كذلك بنفس اللون غادي يبقاو لينا لي باغيت الصباغة واللي لا نيونس اللي اختارينا ليها مغلوقة. المهم كيبقى هو تستعملوا اللون لي باستيل باش ما تكتفوش المساحه ديال الغرفه وباش يظهر الاتات والعناصر ديال الديكور في الاخر. الصباغه دابا كملات في الفضاء كله بقات بعض الاكسسوارات اللي مشات تختار لينا دينا. السلام عليكم جيد لاباس. سلام لاباس. صافا الحمد لله. دونك جيت عندكم باش نختاروا اتات الصالون. لا تيماتيك هي عثمانيه ديكالي. دونك خصنا نلعبوا شويه على الالوان وعلى اتات شويه يكون كونفورتابل. وشنو ممكن لك تقترح لي الاتات؟ كاين الشوار الحمد لله. ممكن على خير. بيان سور كامل. مرحبا. اون كومونسون اون هاد الموديل هذا كاين هاد الشكل هذا. اها. في ان ال. ومع لو كانابي ديالو هذا تيتباع لونسومبل. انا خاصني ال وي. ولكن هذا غري وما بغيتوش يكون غري على طون سور طون بغيت يكون غري على غري. دونك فوالا الا يمكن لك تقترح لي شي حاجه اخرى. دونك شنو اللي تقترح لي ليا الصالون؟ هذا الموديل هذا في لي دو كريتير هو صغير فيه 2.70 على 2.70 كولور بيج ان تيسيو نوفاتكس ان تيسيو ايطاليان تري بيان اونتي تاش. يعني ماشي صعيب باش لونتريتيان ديالو ساهل. لونتريتيان ديالو تري فاسيل. لاكوي تتلقاه مويلو لو كونفور تتلقى واحد الكونفور كونفور فاغل. نو مزيان مزيان. تري كونفورتابل. هذا هو اللي كنت تنقلب عليه سي بارفي. سي بارفي ميرسي مجيد. مرحبا مرحبا. اخر حاجه عبد المجيد عافاك خاصني سالا مونجي. وي. تكون ما كبيراش بزاف. تجي مع الصالون حيت الصالون ما كبيرش بزاف. دون لو طون ديال الابيض بحال هكا شنو يمكن لك تقترح عليا مع لي شيز ديالها؟ في لا ميم امبيونس اللي عندنا. دونك كاين اختيار لو موديل هذا في 1.60 على 90. جينا في هذاك البلاصه اللي عندنا خلي لنا ليسباس للكراسة باش نديروا لي شيز اللي بغينا. نقدروا نديروا دي شيز افيك اكودوار ولا سونز اكودوار. هذا غيخلي لنا ليسباس هذا يقدر يسيبورتي لنا حتى 6 الكراسه. وصحيحه وصحيحه سي دو بوا
C'est des MDF, c'est des fibres de bois. C'est laqué. Laqué en blanc, en trois couches de laqué. Importé de l'Italie. Donc, la table est très bien, les dimensions sont parfaites. ولكن شويه الكراسه ما جاينش بزاف مع الامبيونس اللي درنا حنا عثمانيه هكا يمكن لك تختار عليا دي شيز دون لو طون دو غري بوغ شويه اون كاس البيضيه الا عندك شي حاجه كاين واحد الموديل غادي يجينا مزيان غايجينا مع لا ديغراداسيون ديال لو غري اللي عندك يمكن لينا نشوفو تفضلي معايا شكرا هذا هو الموديل اللي كليك شيز اون بوا بوا ماسيف افيك دي زاكودوار اون غري مات Le mat ça va aller mieux avec l'ambiance des le blanc, le blanc, le beige. Je mène de l'ambiance. Exactement, fille. Mais est-ce qu'on met quoi en dérangement et est-ce qu'on la met marron les choses? C'est parfait. D'où les contenants qu'il veille. C'est parce que là il est calme. Trier des nausées. Ou qui fait ma calade? اخترت هذه ناف موديل كبير واللي غادي يسلط الضوء على العلود ديال الصالون. فيكسينا لي ترانك ديال الستائر على النوافذ بجوج واللي تاخدنا بحال تريا في اللون الاسود باش نكبروا المنطقه اللي في الدخله ديال الصالون حطينا في الحائط مرايه متوسطه اللي غادي تعكس لنا الاضاءه ديال النهار في نفس الوقت اخيرا استغلينا المولور ديال وسط الصالون وضعنا فيها مرايه كبيره اللي حمينا بكادغ ديال الخشب الفكره هي اننا نستغلوا لامولور الاساسيه ديال الصالون ونعطيوها ايفي ديكالي التقنيه غادي تخلينا نربحوا لي سباس في النظره ونعطيو لا بروفوندور للفضاء الاشغال دابا كملات في هاد لا بيس تصبح عندها توازن في الالوان والاضاءه وبفضل كل مولور اللي ضفنا لمسه باريزيان بنت اكثر وعطات ايفي كلاسيك للفضاء الورشه ديال هاد الحلقه حشنا بربعة ديال الطوال 20 سنتيمتر على 20 قلم كوتور عادي مجموعة ديال الكوتور ستيلو مثلث ومسطرة والغرض هو صنع دي طوال بيرسوناليزي باش نزينو الصالون في المرحلة الأولى كنرسمو لي موتيف ديالنا في الخلف ديال الطوال باستعمال قلم الرصاص كنقطعو من بعد الجوانب ديال لي موتيف ولهاد العملية كنستعملو ستيلو كوتور رقيق اللي غادي يخلينا نحصلو على رسم دقيق وما غاديش يخسر لينا الطوال خلال هذه العملية ما تنسوش أنكم توضعوا كارتون خليط في الطابلة قبل من الخدمة هذه التقنية غادي تخليكم تقطعوا الرسم بسهولة وبلا ما تخسروا الأطوال في الأخير ومني كنكملوا لي موتيف كنصبغوا لي طوال باستعمال سباغة لابوم في اللون اللي بغينا وها حنا كنكونوا حصلنا على أسوس ديكو جميلة مناسبة للتيماتيك ديالنا الأتات والأكسسوارات وصلوا وبدينا في لابوز ديال القطع الأساسية ديال الصالون اللي اخترت دينا عبارة عن دي بونكيت على شكل L وحطينا معاهم طابل باس الدخلة ديال الصالون غادي نخصوها الفضاء الأكل وضعنا فيها الطابلة مانجي والكراسة ديالها ما نسيناش الموبل تيفي اللي جا قبلت الصالون والطابل دابوان اللي وجدت بلاصتها تحت المراية وسيدات صغار ملولين ضفناهم باش نعطيو شوية ديال الانرجي للجلسة بالنسبه للاكسسوارات دينا بالتلفازه اللي وضعنا فوق الموبل تيفي وضعنا زربيه باش ندفيو الارضيه واتخذناها في اللون الازرق باش ترافق الوسادات بوجوار واواني ديزاين في لينوكس جات ترافق الصالون بفضل اللون الرمادي اللي كيذكرنا باللون الاساسي ديال الفضاء ضفنا كذلك مصدر إضاءة عبارة عن لومب دو شوفي فوق لا طابل دابوان وبعض أكسسوارات أخرى باش نستغلو هاد المنطقة الستائر تاخدناها في اللون الأبيض باش نستافدو أكثر من الإضاءة الجيدة ديال الصالون وضعنا لوازم لا طابلا مانجي من سيل دو طابل وأواني اللي فيها نفس ألوان لا تيماتيك اخيرا زدنا مرايه صغيره باش ناكدوا على الطابع ديكالي ديال الديكور وما نسيناش لي زاستوس ديكور اللي سطرنا بهم الحائط اللي ورا التلفازه الحيط الاساسي ديال الصالون وضعنا فيه دي باغيت اون بوا باش نذكروا لا تيماتيك عثمانيه بالنسبه للالوان استعملنا عده درجات ديال اللون الرمادي وباش نعطيو اكله وروح لهاد الصالون استعملنا اللون الزرق Sweetheart, sweetheart
تيماتيك عثمانيه ما كتخش غير الصالونات بل يمكن نحقوها في غرف النوم لي كولوار ولا حتى الدروج اللي عندنا في البيت التقنيه كتبقى هي استعمال ديمولور في الجدران واتخاذ الوان لي باستيل في الصباغه مثاليين لديكور باريزيان كيف ما خدم الفريق اليوم يمكن تعطيو شخصيه وكاركتير الفضاء باستعمال لمسات ديال اللون المفتوح المفضل ديالكم سواء في دي سسبنسيون او سيده اواني ولا حتى الزربيه اللي غادي توضعوا في لابياس المهم كيبقى هو تاكدوا من الهارموني ديال الالوان والاضاءه وما تعمروش الفضاء باتات كبير إذا بغيتوا حتى نتوما فريق دار ديزاين يجي لعندكم ويغير ديكور اي فضاء في البيت ديالكم فكيف ما العاده ما عليكم الا تصلوا بنا عبر الهاتف ولا البريد الالكتروني ولا تسجلوا صفحه البرنامج على فيسبوك في حلقه اليوم اخترنا اننا نعرفكم على منزل متميز بالتصميم والديكور ديالو كنتمنى انه من خلال حلقه اليوم وجوله اليوم تلقاو افكار اللي غادي يفيدوكم في ديكور المنازل ديالكم خليكم معنا هبطت بنات هادي 7 سنين الناس كانوا ما ساكنينش فيها ومن بعد واحد عام ونص من دابا عيطوا ليا لي كليون باش يصمو الدار ديالهم كان خصنا نلقاو واحد لو كومبرومي باش نحطو صالون اون سالا مانجي و ان كوين كافيتي فين ils vont recevoir des amis فلاشيا alors بديت بالبيت الماكله alors le séjour شيت على واحد لي مور صابلي باش لا كولور ديال الصالون كان يمكن لي نتمكن ندير واحد لي كولور باستيل لي تيطلعوا ليا تعطوني واحد الشخصيه للصالون ديالي البيت ديالي دونك اختاريت اللون الازرق الدافئ كي ان بو دون لي طون printanier où zit باش نعطي الكاركتير واحد لي كوسان كي سون امبريمي اثنيك avec شويه افريقيه شويه الحيوانات وهذا باش نعطي واحد الكاركتير شخصيه مهمه في بيت الماكله صالون محلول درنا ثلاثة ديال لي زومبيونس اون امبيونس كي اي دون لا تيماتيك ان بو روستيك دونك مشينا على شي حاجة كي اي شارجي دي تيسيو شارجي امبريمي لعبنا على دو تخوا طون اللي هما الحمر البيج والزرق دونك هاد لو كوان هذا مشينا على واحد لو كانابي اروندي اللي تيهز جوج الناس بلوس جوج كراسا اللي تعطينا داك لاسبي شويه قديم فرنساوي انجليزي باش يعطينا ان كوان شالور و اون فاس معاه مشينا لا سالا مانجي اللي هي سالا مانجي بلاطو لاكي ابيض سامبل avec une particularité في لي بيتمون اللي هما كروازي و avec un éclat de couleur عندنا فيها بعض الالوانات و اختارينا دي شيز ترانسبارون توجور باش نعطيو اون ايفيدونس لو بيتمون دو لا طابل كي اي فريمون لا بيس ميتريس دو لو كوان ديال لا سالا مانجي لا ديسبوزيسيون ديال لو صالون اختاريت ان صالون اون فاس ا فاس كوتي بيسين باش نخليو النظره ديالنا ملي كنجلسوا في الصالون على لا بيسين ديالنا مشينا في واحد لو ستيل عصري كلاسيك افيك واحد لي طابلو باس اللي مخدومين بالخشب زيبرانو اللي تعطي لا ريشيس للصالون تطلع عليه الكاركتير ديالو لا شوميني درنا واحد لا بيس ميتريس اللي هي سنترال في لا ريسبسيون ديالنا مشينا على واحد ليدي ديال ان ني دابي دونك اون ا في واحد لو ني دابي ديال 140 على 3 متر ديال الطول اون لا ريكوفير ب بلو ميروار باش نعطيو واحد لا توش ار ديكو وشويه قديمه اللي كتفكرنا في ليسباس الاول اللي اون فاس معاه
اللي حتى هو شويه ار ديكو فيه الميلونج شويه قديم. لا شومبر ا كوشي مشينا على واحد لامبيونس اون تيماتيك زين اللي كتمكننا الاسترخاء في هذا الاسباس. هذا عندنا ان بانو ديال لا تيت دو لي اللي هو مصوب بان بابي بان بان كولور باستيل افيك اون تيت توش ديال لا فوي دور بور ريليفي شويه البيت ديالنا. ومشينا على اون تيت دو لي كي اون ام دي اف لاك بلون اللي واخده الطول ديال الحيط كله ديال البانو كله بوغ تراسي لا لين ديال البيت ديالنا. حلقتنا وصلت النهاية ديالها. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا من الفقرات اللي قدمنا لكم واستفدتوا منهم كذلك. الى كان عندكم اي سؤال ولا اقتراح فما عليكم الا تبعثوا لنا به. ما تنسوش كذلك تسجلوا صفحه البرنامج اللي بغيتوا فريق دار ديزاين يجي لعندكم يغير ديكور اي فضاء في البيت ديالكم. خليتكم على خير ونتلاقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامجكم دار ديزاين.